اليوم شفتوا انتم مراسم انطلاق عمل هذا الصندوق، وكانت حقيقة مراسم احتفالية بامتياز. وبالتالي بداية اليوم كل شخص مادي أو معنوي له الحق في أن يأتي إلى مصالح البلدية أو بالأحرى إدارة صندوق الزكاة، الكان بالعنوان التالي: ناش خالي جبران خليل، أن يقدم ما لديه من محصول زكاته سواء كاملة أو جزء منها، ويدفعه ليكون إن شاء الله في أولا في ميزان حسناته. النظام السياسي التونسي الآن قائم على سلطة مركزية وسلطة محلية، والمشرع اختار قصدا أن يسمي السلطة المحلية سلطة، لأنها أصبحت مستقلة ماليا ومعنويا وأدبيا وإداريا. وهذا يحيلنا على مفاهيم الديمقراطية ومبادئ الديمقراطية، اللي هي النظام الديمقراطي اختاره النظام السياسي التونسي. النظام الديمقراطي يقوم على ماذا؟ من بين مقاومته الفصل بين السلطات. وبالتالي احنا عندنا سلطة قضائية، سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، وانضافت لها سلطة محلية مستقلة لا تخضع بالوصاية أو الرقابة إلى أي جهة أو أي شخص ما. وبالتالي وهنا أعطاها المشرع باش تمارس لك السلطة متاعها، شعطاها أعطاها مبدأ اسمه التدبير الحر. هذا ورد بالدستور وورد بالمجلة. مبدأ التدبير الحر يعطي للبلدية الحق والمجلس البلدي بالأساس في أن يقرر بالصياغ اللي رأى هو مناسبة، اللي تستجيب لرغبة مواطنيه وتطلعات مواطنيه. وبالتالي احنا الصياغة القانونية الترتيبية عملناها ما عندنا حتى أشكال، والسيد وزير الشؤون المحلية البارح صدر منشور، والمنشور أعتقد كان في إجراءاته وترتيبه متماهيا مع قراراته وأعمالنا اللي قمنا بها لحد الآن. بالنسبة للإسم احنا أحرار نسمي الإسم كما نرى في إطار ما أوتينا من صلاحية التدبير الحر. التدبير الحر للبلدية شو تمثل؟ في أننا قررنا أن هذا الجزء من الأموال التي سيقع إيداعها تحت مسمى زكاة لابد لها من إدارة شرعية، لأن الزكاة لا يقع التصرف فيها كشأن باقي الهبات والتبرعات الأخرى.